تعالوا نشوف أبو سعيد الغلبان هيعمل اختراع غريب جدا. جاب جير ويبريه بري محكم. صلى على النبي في التعليقات، انت مش بتصلى على النبي ليه؟ ويحطه على النار ويشويه، شيء غريب، شيء عجيب جدا. ويقطع من شجر البامبو دوائر صغيرة، هيصنع حاجة غريبة جدا. أنا متشوق أشوفها الصراحة، عشان أكون صريح معاك، هيعمل حاجة واختراع عظيم جدا. بص معايا، وحط دهن حمير في الهون العملاق، شيء غريب، ويدك بزلطة عملاقة غريبة جدا. بص معايا، ويكمل بالكاكوش عشان يفتت الدهن إلى شحم مترهل، شيء غريب، شحم مترهل، حاجة غريبة جدا. ويحط عليهم الجير، بص معاي، ويدعفسها كويس في الدهن، هيعمل حاجة غريبة جدا وفكرة واختراع كبير. بص معاي، ويحط شوية جير ويحط دوائر بتاعة شجر البامبو، شيء غريب، حاجة غريبة جدا، هيعمل حاجة عجيبة جدا. ويصب المخلوط في القوالب عشان هيعمل حاجة مهبرة. أنا مخبور وفي قمة الانبهار، في قمة الانبهار. بص معايا، أنت مش بتبص ليه؟ بص، بص معايا كده، هيعمل حاجة غريبة وعايزك تصلي على النبي. ويحط عليهم من فوق جير، حاجة غريبة، تشوف حاجة مهبرة جدا لهذا الكائن الغريب. ويكبس القوالب بطريقة محكمة ويتركه في الشمس مدة 3 أيام. الصراحة زي ما أنت شايف، شيء غريب كده. خلص، حاجة عجيبة جدا وحاجة غريبة جدا، وهيعمل يعني اختراع، هتشوفه دلوقتي، اختراع كبير الصراحة، يعني شيء غريب جدا. بص معايا كده، عمل صابون، ايه رأيكم؟ وبيطلع في السوق يبيع الصابون، والدراسات أثبتت يا جماعة إن الصابون البدائي كان بيتعمل من الملح السودي أو الجيري، مضافا إليه الدهنيات زي دهن الحيوانات عشان يحمي الملابس أو جسم الإنسان من الجير ومن الحاجات الحارة. كائن عبقري الصراحة، يعني فكرة عبقرية جدا. بص معايا، أنت مش بتبص ليه؟ شوف، بعد ما استحمى بالصابون هيطلع يشتغل عامل بيشيل طوب. الصراحة كائن غريب جدا وكائن عجيب جدا، أبو سعيد الغلبان. بص، كائن عملاق، شوف بيشيل قد إيه، شيء غريب. أنا مغبور وفي قمة الانبهار، في قمة الانبهار، أخيرا قدر يشيلهم. الصراحة، الصراحة إنسان جدع. بص معايا، طيب شوف ماشي بالعافية، شوف ماشي بالعافية إزاي، شيء غريب، حاجة غريبة جدا. بص معايا كده، شوف بيمشي إزاي بطريقة حمل الحمير، لا يكل ولا يتعب. يا ترى هيوصل؟ أنت مش بتصلى على النبي ليه في التعليقات؟ صلى على النبي. بص معايا كده، كائن غريب شكله هيبقى، حاجة غريبة جدا. هذا الكائن العجيب أخيرا شكله تعب وأصيب بالإرهاق البدني الشديد. الصراحة صعبان عليه، الصراحة يعني صعبان علي هذا الكائن الغريب.